تحت أمرك يا فندم، تحت أمرك. حاضر 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 يا فندم. أنا حطلع قرار بإقالة وزيرة التضامن باعتبارها المسؤول الأول عن دور الرعاية وملاجئ الأيتام. اتأخرت قوي يا أستاذة، ده أنا اتشفت من البرد. معلش جبت المفاتيح؟ آه إيه. روح أنت بقى. ماشي حاضر. يلا بقى يا حبيبتي، مش انت وعدتيني انك هتعملي اللي انا عايزه؟ منى انت لو ما عملتيش اللي انا عايزه انا هقفل معاكي ومش هكلمك تاني. لا لا خلاص، هعمل لك كل اللي انت عايزه. طيب انا هقفل هنا وهنتكلم فيديو كول على الفيسبوك دلوقتي. طيب اوكي، باي يا قلبي. ايه القمر ده؟ تعرف انك وحشتيني في الشوية دول؟ لا لا، مش وقت كسوف خالص دلوقتي. في حاجات انا بحبها وعايز اعلمها لك. انت هتفضلي لابسة اللبس ده ولا ايه؟ ايوه. ايه على حميتك عليا؟ منى عايزاكي ايه؟ طيب هسيبك انا يا منى، باي. ايه في حاجه يا رانيا؟ لا مفيش، يعني بشوفك بتقفي كتير مع مستر عصام، هو في بينكوا حاجه؟ لا عادي، يعني هو بس بيديني درس فبنكون متظبط المواعيد. درس؟ لا اصل كان بيديني درس قبلك برضه. انا حبيت انصحك، خلي بالك من نفسك عشان مستر عصام اول ما يخلص معاك الدرس مش هيعرفك تاني. قصدك ايه يعني؟ بعدين هتعرفي. باي.
بتعملي ايه يا نور؟ بتابع حاجات على النت يا استاذ، محتاجني في حاجه؟ طبعا انت كنت مع هلال في القضيه بتاعت الدار دي وعرفت تفاصيل كتير قوي عنها. ايوه طبعا. انا عايزك بقى تكتبي لي تحقيق تقولي فيه كل اللي حصل وبالتفاصيل. امتى تقدري تخلصيه؟ بكره بكتير قوي. حلو، بكره الاقيه على مكتبي عشان هينزل في عدد بعد بكره. فلاكة شغل جديد، انا عايز يتعمل له اسبوع وريني شطارتك. بكره تديني امتياز. برضو عملت اللي في دماغك؟ شغل جديد مالكش فيه، وزبونه غير زبونك. ده على اساس ان انا مش عارف اوزعه ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انا ما بحبش قله الاصل. قله اصل مين يا بت؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ انت اصلا مالكيش اصل. انت اخرك سفنجه وتمسحي اللي اتقلق مني. امسحي. حاضر. وحياه امي اللي انتي بتعرفي وقت من اساسه. لا ربي اطلعي بره. الظاهر انك حنيت العيش من الملاهي. نسيتي نفسك ولا ايه؟ انتي اصلا مالكيش اصل. انت اخرك سفنجه وتمسحي اللي اتقلق مني. لمي نفسك بدل ما ارميكي في الشارع اللي انا جايبك منه. انتي مين يا بت؟ انتي ولا حاجه. انتي نسيتي نفسك ولا ايه؟ روح امك. وتم القبض على مدير الدار ملائكة الرحمة وبعض العاملين والمتورطين في حوادث الاختطاف بعد أن كشف هلال كامل تورطهم في حوادث خطف وتعذيب. ده الكارت بتاعي، لو احتجتي أي حاجة كلميني.